رجعنا لكم من بعد الفاصل مشاهدينا. الحين نلتقي مع شباب كويتيين فرسان لهم في مجالهم العديد من البطولات والإنجازات. راح نسولف معهم أكثر مع ضيوفنا الفارس يوسف الصباح. حياك الله معنا يوسف. حياك أختي، ما قصرتي. وأيضا معنا الفارس مرشود المرشود. حياك الله. الله يحييك يا رب، تشرف وجودنا بقناة الرأي وبرأيكم شباب، يشرفنا يعني دعوتكم. حياك الله. حياك الله. وأيضا الفارس ركان الحساوي. حياك الله معنا. حيت ما تقصرين. في البداية إنجازات كثيرة راح نسولف عنها إن شاء الله، وبطولات راح تشاركون فيها في المستقبل خلال دردشتنا إن شاء الله خلال هذه الفقرة راح نعرف. لكن بالبداية ودنا نعرف عن بداياتكم مع الخيل والفروسية والأسباب اللي جذبتكم إلى هذه الرياضة. نبتدي معك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على استضافتكم لنا، وإن شاء الله إن احنا نصير ضيوف خفاف عليكم اليوم. حياك الله. بالبداية أول شيء اللي دخلني وحببني برياضة الفروسية اللي هي رياضة قفز الحواجز، من وأنا صغير أمي جربت تلعبني بكل الرياضات. لعبت كرة قدم، تنس، سباحة، كل الرياضات لعبتهم، وسبحان الله ما أدشوا قلبي، يعني كنت أروح مغصوب. لما بعدين يا يوم إن كانت اختي ايضا فارسه، اي فقلت بروح وياها بشوف يعني بشوف انت شنو تسوين. ومن يومها سبحان الله تعلقت، يعني تعلقت بالرياضه. من اي عمر بديت؟ بديت يمكن عمري 12 سنه او لا اقل. من 12 بعد، اي تقريبا 8 سنين. اي ما شاء الله. وايضا بعد والدتي كانت فارسه، وجدي رحمه الله عليه كان فارس، ما شاء الله، فيعني بالجينات. حلو. مرشود. والله البدايات كانت بسنة 9 سنين 10 سنين، كنت اروح، كان في يعني الشباب كانوا مشتركين، كنت اروح اشوف. البدايه كنت اخاف من الموضوع، اشتركت سنه سنتين وكنت اطيح وايد. إيه؟ فخفت من الموضوع، وقفت الفروسيه مده 3 سنين، بعدين رديت له وحسيت اني متحمس بعزم اكبر بطموح اكبر، وردينا له، ومن يومها متعلقين فيها بفضل الله. حلو. راكان. بدايتي انا كانت عن طريق الوالد الله يحفظه، كان من محبين الخيل ورياضات الخيل، فبديت من عمر صغير، فما كان الغريب اني ادش بهالرياضه وبهالمجال، وليومك الحين وانا مستمر هالرياضه. حلو. زين شلون تشوفون هذه الرياضه؟ هل هي صعبه ولا سهله، ولا مع الممارسه ممكن ان انتم تتعودون عليها؟ والله هي يعني بصراحه ان رياضه انا اشوفها انها جدا صعبه، وتختلف عن جميع الرياضات، لأن هي يعني الرياضة متعلقة بين الفارس والحصان، والحصان أيضا كائن حي له مشاعر له مزاج، فيعني صعب إن أنت يعني شلون أقولها إن تصيرون فريق، الفارس والحصان يصير فريق وينسجمون مع بعض ويتفاهمون، غير عن والله سباق سيارات ولا أي رياضة ثانية اللي قاعد تعملين مع يا بني آدم أو سيارة. صح. فهذا اللي يفرق، يعني إحنا عندنا إصابات. السيارات لا، اخترب شيء بدل. ممكن ترى تصير اذا مع رياضه سيارات ممكن تصير اصابات ايضا، لكن اتوقع العامل الاصعب والاكبر هو تواصلك مع الخيل نفسه. مرشود، شلون التواصل هذا بنيته مع الخيل اللي قاعد تدرب وياه؟ والله طبعا احنا اغلب خيولنا نشتريهم من برا، ما تكون خيل عربيه، تكون خيل هولنديه ومن اوروبا، وانا اشوف الفارس يحتاج من سنه الى سنه ونص على ما ينسجم ويا الحصان، يحتاج وقت يبني علاقه وياه. واحنا يعني تقريبا من يوم الاحد ليوم الجمعه دائما بالنادي يا بالبطوله ولا رايحين نتدرب، فانت تقعدين ويا خيلك ما بين الساعه الى 3 ساعات باليوم. فسبحان الله الواحد يبني علاقه بينه وبين الحصان، وفي شعور مترابط، كل ما الحصان يفوزني لا شعوريا الواحد يحبه زياده يعني. صحيح. وتحس كل ما انسجمت هالعلاقه واعطيت من نفسك والحصان عطى من نفسه توصل الى النجاح اكبر، توصل لمنصات تتويج اكثر. صحيح. فالله يقدرنا نبني احلى علاقه ويا خيلنا يا رب ان شاء الله. راكان، بالنسبه للتمارين هل هي تكون شاقه ولا سهله عليكم؟ الصراحه نفس ما قال الشاب، هي علاقه بين فارس وخيل، ف يعني حصان لا مشاعر يحس فيك لا رده فعل، فيعني يوم من الايام تكون تمارين مناسبه ما يمكن، يوم من الايام لا، يعني حسب علاقه الفارس وحصانه. اي نعم. زين شنو هي نوعيه التمارين اللي قاعدين تمارسونها يوسف؟ احنا التمارين يعني احنا اللي عندنا التمارين تختلف، يعني لان احنا رياضه قفز حواجز، اي ف يعني نمرن الخيل على اللياقه، على التفاهم، على القفز ايضا. فاغلب المرات احنا البطولات عندنا يا يوم الجمعه او يوم السبت، او الجمعه والسبت تصير على يومين،
فاحنا دائما يصير ايام الاسبوع ندربهم على اللياقه والتفاهم، ويمكن يوم ولا يومين تمرين قفز، بعدين ان شاء الله نتوكل على الله على البطوله. حلو، فمرشود هذه هي فقط تجهيزاتكم للبطوله ولا في تجهيزات اخرى تشتغلون عليها؟ والله التجهيزات تكون على قدر وقوه البطوله، يعني ايه؟ مثلا تجهيزاتنا حق بطوله قطر اللي رحنا لها قبل تقريبا شهر كانت تجهيزات جدا قويه، والحين خلال الثلاث اسابيع الجايه والثلاث اسابيع اللي قبلها كان عندنا بطولات جدا كبيره بالكويت، فكنا قاعد نجهز لها تجهيزات اخرى يعني. قياسنا البطوله هي يعني في بطولات مثلا عليها 10,000 دينار، في بطولات عليها 20,000 دينار، أيه. حسب قدر القيمة اللي السبونسر ولا الرعاة يحطونها على هذه البطولة تكون تجهيز الفارس. حلو، راكان تجهيزاتك النفسية واستعداداتك للبطولة شلون تكون؟ الصراحة هي مو نفس الرياضات الثانية اللي تحتاج جهد عضلي، ف يعني دام علاقتك مع حصانك يعني زينة كل ما تحسن أدائك، ف يعني نفس تقريبا نفس كل الرياضات الثانيه يعني تحاول نوم باكر تتمرن كثر ما تقدر عشان تحصل احسن نتيجه اللي تبيها. حلو، الحين معنا عبر الهاتف الاستاذ خليفه الاخرافي مدير عام مركز الكويت للفروسيه، حياك الله استاذ خليفه معنا. يا هلا ومرحبا اخت دانا، يعطيكم العافيه على الجهد هذا ومقابله فرساننا المتميزين، وان شاء الله يدعون ان شاء الله اكثر ان شاء الله البطولات العالميه ان شاء الله. استاذ خليفه، بما ان معنا هني فرساننا الشباب، بدنا نعرف منك اقبال الشباب خاصه على هذه الرياضه. والله للامانه قاعد نشوف ما شاء الله اقبال كبير سواء من البنات والشباب، طبعا طبعا صد حاليا ما شاء الله تشوفون الشباب منورين، لكن البنات اكثر ترى ما شاء الله عليهم يمارسون هالرياضه صار لهم فتره، فيعني ما شاء الله شباب مجتهدين قدموا اللي عندهم وحاولوا يثبتون وجودهم، لكن الحمد لله يعني الجهد اللي سووه ما راح حققوا مراكز كبيره باسم الكويت، وان شاء الله يعني بنشوف قدام يعني ناس يقبلون اكثر واكثر على هذا الشيء ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خليفه، تقييمك لمستوى الفروسيه بالكويت حاليا؟ والله الامانه كنا احنا اخر دوله خليجيه، لكن الحمد لله السنوات اللي مضت اثبتوا الشباب والفرسان يعني امكانيات اللي عندهم وقوه ادائهم في المسابقات الدوليه اللي قيمت من الفتره اللي طافت، والحمد لله الحين قمنا نصير المصاف الاولى يعني الدول الاولى، وان شاء الله للامام ان شاء الله. ان شاء الله. استاذي، كلمه اخيره حاب توجهها للشباب الفرسان الموجودين معنا حاليا؟ والله الامانه احب اول شيء ابارك لهم، قدموا جهد رائع وخصوصا في قطر كل من يتكلم عنهم للامانه، لان لاول مره يكون مشاركه كويتيه في هالحجم وهالعدد في قطر، الاخوان في قطر ما قصروا واستضافوا مجموعه كبيره من الفرسان قدموا اداء رائع وجابوا مراكز اولى، ونهنيهم ونبارك لهم ونقولهم ان شاء الله للامام. وحبيت اشكر الامانه الهيئه العامه للرياضه، كثفوا البطولات في هذا الموسم للفرسان وعطوهم حقهم. نعم. وان شاء الله يعني وهذا الجهد ان شاء الله يرجع للشيخ سلمان الحمود اللي ما قصر الامانه. أكيد. وزير الاعلام، والشيخ احمد المنصور، والاخ حمود فليطح. نعم. ونتمنى ان شاء الله المزيد في المواسم القادمه ان شاء الله يا رب. شكرا لك استاذ خليفه الاخرافي مدير عام مركز الكويت للفروسيه على هذه المداخله الجميله، وخلونا نتكلم الحين اكثر عن البطولات. يوسف، شنو البطولات اللي حققتوها واللي مجهزين لها؟ احنا طبعا كفرسان يعني احنا ما نتوقف عن البطولات، دائما عندنا بطولات، وابرزها اللي هي شهر 12 كان عندنا بطوله بقطر. ايه؟ بطوله الريان. ايه؟ رحنا مجموعة فرسان من الكويت تقريبا كم 16 فارس، والحمد لله ما شاء الله بكل شوط يعني يشاركون فيه الشباب الكويتيين دائما عندنا نتائج طيبة، عندنا مراكز أولى، وكل الشباب دائما يعني كله بمنصات التتويج بعد. نعم. فضل ربي يعني. نعم جميل. مرشود، شنو الجاي اللي راح تشاركون فيه من بطولة؟ عندنا بطولات جاية تقريبا، عندنا الموسم مضغوط من شهر 2 إلى شهر 4 تقريبا، بعدها الخيل ترتاح من شهر 4 إلى شهر 5، وبعدين الخيل تسافر معانا هولندا. ناس تعسكر بهولندا وناس بألمانيا، هناك عاد نسوي بطولات أوروبية مع أكبر فرسان العالم. والبطولات اللي نسويها بالصيف تقريبا 5-6 بطولات مختلف بلدان أوروبا.
اوكي جميل. هل هذا يعتمد راكان على الجو العام ولا هي المواسم هذه محدده من زمان؟ لا المواسم هذه يعني من زمان محدده، يعني الموسم عندنا بالكويت يكون من شهر تقريبا 10 اخر 10 لشهر 4، ومن بعدها الخيل تسافر يانا اوروبا وتك الساعه فرسان هناك يشاركون بطولات دوليه محليه ضمن معسكر تدريبي. اي نعم. انزين يوسف، حاليا هذه الرياضه قاعد تاخذ سمعه كبيره وما شاء الله اقبال الشباب عليها كبير. صحيح. شنو تشوف اللي ينقص هذه الرياضه حاليا؟ احنا نشوف اللي ينقص هذه الرياضه قبل كان ينقصها دعم، بس الحين يعني من فضل ربي وبعد ايضا وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ومدير الهيئه الشيخ احمد المنصور، نعم، صار في دعم منهم وقاعد يقيمون لنا بطولات، فهذا كله يقوي الموسم ويعزز الموسم. نعم. وغير هذا صار عندنا بطولات وايد، فهذا اللي طورنا يعني. حلو. شاكرين لكم تواجدكم معنا والف مبروك على الانجاز اللي حققتوه، ويعني حظ كبير منا ودعم لكم للانجازات اللي ان شاء الله راح تحققونها في المستقبل. مرشود، كلمه اخيره حاب توجهها؟ انا بس بذكر موقف صار بقطر. تفضل. اخوي يوسف صباح فاز مركز الاول. إيه؟ فكنا واقفين احنا واحنا قاعد نشارك في العالم الاولمبي، فرفع العالم الاولمبي. إيه؟ فقعدنا احنا فرسان واقفين على منصه التتويج وكان في جمهور بيننا. كان يقومون لان يرفع العالم الاولمبي ما النشيد الوطني ما ينقال، كان يقوم الحضور ويغني النشيد الوطني. الله. بنفسه، فكان الموضوع يعني شيء يخلي شعر جسمك يقشعر يعني. فيعني ناشد الكل ان شاء الله يرفع العلم الكويت، والله يقدرنا على النجاح سوا يا رب. ان شاء الله الايقاف يتم حله ونشوف علم الكويت يرفرف عاليا. انجازاتكم هذه بحد ذاتها هي مفخره للكويت كلها والشعب الكويتي، فنشكركم وندعمكم احنا من البدايه الى ما لا نهايه في هذه الانجازات اللي قاعد تحققونها. شكرا لك الفارس يوسف الصباح والفارس مرشود المرشود والفارس راكان الحساوي على تواجدكم اليوم. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم في هذه الحلقة الرياضية، لكن من بعد الفاصل.